لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ناسك قد سجد السجن له مذ رآه طال في السجن سجوده. ورآه كلما غلت به كفه ينساب للعالم جوده. إن يقدس قدست قضبانه، أو يسبح سبحت حتى قيوده. عجبا لان له السجن ولم يلن السجان، بل زاد جحوده. غل رجليه بقيد مثلما قيدت في ذلك القيد جدود. وسقى أحشاه سما كما بيديه لطمت منه خدوده. فقضى ما مد رجليه، وهل يمكن المد وما فكوا وما فكت قيوده. أو تدري من بكاه حينما شيعوه؟ ما بكت إلا ما بكى إلا حديده. واسف على الكاظم قضب دار غريبة، ما حد حضر غير الرضا بوقت المصيب. يما حضر ودموع تجري فوق خده ويصيح ياه اللي على ابويا تعدى. وسط السجن مطروح وقيوده بيده، لا نعش لا شيا يا صاحب الهبه. بويش جرمك ما حضر شيال شالة؟ ولا حد يا بويا ظلي
ابجي على احواله بويا شالوك حمالين وبرجلك اغلاله وفوق الجسر ذبوك بديار غريب مطروح بين الناس فرجة جنك حسين واللي يجي ويروح يرفسك يا ضي العين ما فك وقيودك يا بويا من الساقة تنزف دمى ودموم عبراتي سجيبة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد في الصلوات المخصوصة للإمام المعذب في قعر السجون وظلم المطامير: اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن تقدموا بقدر الإمكان رحم الله والديكم الله يجزاكم خير الجزاء. موضوعنا في هذه الليلة بعونه تعالى أدوار خفية في سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه. مدة إمامة الإمام الكاظم تقريبا 35 سنة، عاصر فيها مجموعة من خلفاء بني العباس كالمنصور كالمهدي كهارون، وكل واحد منهم عامل الإمام بأسلوب مختلف، بل الشخص الواحد منهم كان أحياناً يعامل الإمام بنمط وأحياناً يخالف ذلك النمط. كلامي بالتحديد عن آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة من سيرة الإمام، والتي كان الإمام فيها في السجن أو تحت التضييق. هذه السنوات قام الإمام فيها بأدوار مهمة وعظيمة جداً، أركز على دورين يحتاجان لتوضيح. دور الأول دور إظهار الأمور الغيبية، هذا الدور أذكر عليه بعض الشواهد ثم تعليقات. الشاهد الأول، طبعا المعاجز فقط في فترة سجن الإمام، وإلا معاجز إمامنا الكاظم كثيرة، أختار فقط التي كانت في السجن. الشاهد الأول أحمد ابن إسحاق ينقل أن 2 من علماء الحنفية زاروا الإمام في السجن، محمد ابن الحسن وأبو يوسف، دخلوا على الإمام وغرضهم يسألوه يختبروه، يقول تونا قاعدين وإذا بمتولي السجن دخل وقال لقد انتهت نوبتي وأنا ذاهب إلى بيتي، فإن كانت عندك حاجة أتيتك بها غدا. قال الإمام لا حاجة لي عندك. راح يقول تو طالع ولا بينتبه إلينا، يلتفت إلينا ويقول ما بال هذا الرجل يقول لي سآتيك بحاجتك غدا وهو يموت في هذه الليلة. يقول أبو يوسف التفت إلى صاحبي أشرت لك طلعنا. قال وايش فيك ما سألته؟ قال نسأله عن ماذا؟ الرجل يدعي الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قام يكمل. قال زين وايش يضرك لو تأكدت؟ يمكن كلامه صحيح. قال خلنا نشوف. رسل واحد قال له خليك ملازم لبيت هذا الرجل. يقول فعلا رحت وبت تلك الليلة عند مسجد بجوار بيته انتظر الخبر. أصبح الصباح وإذا بصوت الواعية تنادي، جيت قالوا لي لقد مات فلان بلا عرض بلا مرض وهو نائم توفاه الله. جيت خبرتهم. راحوا له مرة ثانية قالوا لي لقد صدقت في خبرك.
لكن من أين لك هذا؟ قال: هذا ما علمه رسول الله أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأعلق بعد شوي. شاهد الثاني: هارون أمر بإدخال جارية على الإمام، يقولون كانت جميلة وكانت حسنة التصرف وعندها عقل، يعني تقدر تستميل مثلا بالكلام وتطلع منه كلام كذا، يعني لغرض اختارها أدخلها عليه. رفض الإمام وطلب إخراجها، جابوها إلى هارون غضب، قال: قولوا له ليس بأمره سجناه ولا بأمره نهديه، يأخذ هديتنا لازم. ودخلت على الإمام وأغلق الباب. بعد فترة قال: روحوا شوفوا. فتحوا الباب وإذا بها ساجدة تنادي: سبوح قدوس. جابوها إلى هارون، قالوا له: الحق، هذه المرأة انقلب حالها. قال: لقد سحرها موسى بن جعفر، أصدقين الخبر. وش صار؟ قالت: لما أغلقتم الباب لم ينقطع عن صلاته، لما فرغ لم ينظر إلي أبدا. قلت له: ألك حاجة أقضيها لك؟ قال: وما حاجتي عندك؟ قالت: أنا التي كلفت بأن أقضي حوائجك في هذه الساعة. قال: فما بال هؤلاء؟ تقول أشر بيده: فرأيت قصورا وأنهارا وجوار وخدم لم أرى أجمل منهم، فهويت ساجدة لربي، وما رفعته إلا حينما فتحتم باب السجن. يقولون ظلت هذه المرأة عابدة إلى أن توفاها الله. هذا شاهد ثاني. شاهد ثالث: الإمام المسيب يدخل عليه قبل شهادته بثلاثة أيام كما يروى. قال: يا مسيب، أنا الليلة ماض إلى المدينة، فلا تفزع ولا تخف. يقول: ظنيت يريدني أفك عنه القيود، أفتح له الباب. قلت له: ابن رسول الله، وكيف أفتح الأبواب وكيف أفك عنك القيود؟ قال: لا لا لا، أنا أمضي وأرجع، فلا تفزع ولا تخف، واعلم أني ماض لأوصي ولدي بوصاياي، وأني ميت بيني وبين ثلاث أيام بس. يقول: في الليل فعلا افتقدت الإمام ساعات، رأيته مرة أخرى يعيد القيود إلى بدنه. يقول: شفت بهالحالة هذه. قال: الآن رجعت من المدينة وقد أوصيت ولدي عليا بما أريد، فاعلم أنه هو الخلف وهو الإمام من بعدي. يقول المسيب: فعلا مضت ثلاثة أيام واستشهد الإمام كما أخبرني. هذه الشواهد الثلاثة أريد نعلق عليها. تعليق الأول: لماذا الإمام الكاظم كان يظهر المعاجز؟ وهنا بين قوسين يمكن تقولي: كيف تطلق المعاجز على ما يصدر عن الأئمة؟ مو كرامات يسموها له؟ مختلف في ذلك. بعض علمائنا يقول: حتى ما يصدر عن الأئمة يطلق عليه معجزة، إذا كان لغرض إثبات أنهم أئمة وحجج من الله. وعلى هذا روايات: يسأل الإمام الكاظم لماذا يظهر النبي والوصي المعجزة؟ المعجزة تصدر منهما. وأنت تقرأ في دعاء الندبة: يا ابن المعاجز، وهذه عليها عدة روايات، مو محل كلامي الآن. الآن سميها معجزة، سميها كرامة، سميها خرق للعادة، ما تريد. مهم لماذا الإمام كان يظهر هذا الأمر؟ شنو الغرض؟ جواب، بذكر لك جوابين. جواب الأول جواب عام. شنو يعني جواب عام؟ كل الأئمة ليش كانوا يظهروا الكرامات أو المعاجز؟ الغرض الأساسي يا عزيزي هو ما ذكره إمامنا الصادق. توني قلت لك واحد سأله قال لي: لما يظهر الأنبياء والأوصياء المعجزة؟ فأجاب بجواب من ضمنه: ليدل بذلك على صدق ما ادعاه. وإيش يريد يقول الإمام؟ جواب يا عزيزي أننا نحن البشر على قسمين. قسم الأول وهو أغلبنا لا يأنس إلا بالماديات. إحنا البشر عادتنا نصدق بالأمور التي نلمسها، نراها، نسمعها، نجربها. أما تقول لي حاجة ما تشوفها آمن بها؟ صعب ترى، إحنا البشر العاديين صعب علينا. ولهذا
حتى إثبات وجود الله إحنا كبشر عاديين نحتاج إلى دليل مادي. كيف إحنا نستدل على وجود الله؟ أبسط دليل نحفظه السماوات والأرض ونظام موجود، قوانين موجودة، فلا بد من وجود منظم. شوف كيف استدلينا على وجود الله بالماديات، هذا أسهل دليل عندنا إحنا. فنحن العاديون أغلب الناس إذا ما يرون حاجة مادية صعب نذعن ونصدق. طيب الآن المعصوم يقول لك مثلا النبي أنا يوحى إلي، الوحي ما ينشاف ولا يلمس، كيف أصدق به أنا؟ يقول لك أنا معصوم مثلا، كيف أصدق بالعصمة؟ يقول لك أنا أنبياء تكلمني وأنا ما أشوف الأنبياء، كيف أصدق أنه صادق؟ أحتاج إلى حاجة ملموسة. المعجزة هذا دورها أنها تريني مباشرة انشقاق القمر، تريني تسبيح الحصى. رؤية المعجزة أوضح برهان وأسهل طريق حتى أصدق بأنه صادق في دعواه الغيبية، هذا لعامة البشر. لكن حتى الأولياء المعجزة تنفعهم. ليش؟ والله سلمان والمقداد وأبو ذر ذول يحتاجوا معجزة بعد. نعم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن. هذا دور المعجزة بالنسبة إلى الخواص، تزيدهم يقينا، فدورها زيادة اليقين زيادة الإيمان، فالمعجزة مهمة لجميع الناس. هذا جواب عام. جواب الثاني جواب خاص، خصوص الإمام الكاظم وخصوص مرحلة السجن. ليش الإمام في مرحلة السجن؟ نقلت شواهد كثيرة، أنا نقلت بعضها ترى، وإلا الشواهد عديدة أن الإمام لما ذهب إلى بغداد كانت تظهر على يديه كرامات متعددة. لماذا؟ شنو السبب؟ أسباب محتملة كثيرة، وأنا أقول محتملة لأن الإمام ما دام لم يذكر لنا السبب لا نستطيع أن نتقول عنه، ما ندري إحنا، إنما نقول يحتمل. احتمال أول أن ما فعله كان لتثبيت قلوب الشيعة، ترى ما هي بسيطة، إمامهم يسجن مي بسيطة، ومو سنة ولا سنتين، مدة طويلة. القلوب مهما كان تجزع، النفوس مهما كان تتأثر. شلون إمامنا بما نعتقده من مقام من منزلة من كونه مؤيدا ومنصورا من الله ويبقى في السجن كل هالسنوات؟ هذه تبعث على التشكيك. لكن إظهار الإمام للكرامات أو للمعاجز هذا كان يثبت المؤمنين، هذا احتمال أول. احتمال ثاني، كان الإمام بما فعل يثبت للمخالفين صدق إمامته. أنت تعلم أن تلك الفترة قريبة من فترة أبي حنيفة، من فترة مالك، من فترة صناعة المذاهب الأخرى. طيب هذه المرحلة كانت تحتاج لأدلة تثبت أن الحق معنا. واحد من الأدلة المهمة المعاجز. المعاجز كانت أدلة أساسية تثبت للمخالفين أن ما عندنا هو الحق. ولهذا نقلت لك شاهد، اثنين من الأحناف يدخلوا عليه ما يثبت لهم إمامته بس، يرجع إلى إمامة أمير المؤمنين، يقول لهم هذا ما علمه رسول الله أمير المؤمنين، يعني آمنوا به وبي، اثنين أئمة من الله لأننا علمنا من هذا العلم الغيبي. هذا سبب. واحتمال ثاني، احتمال ثالث، أن الإمام أراد أن يلزم العدو الحجة. هارون ربما بدون هذه الكرامات كان سيقول سجننا معارضا عاديا حال حال بقية العلويين، يعني وش ميزته على غيره؟ هذه كانت تفند أي حجة وأي كلمة. اللي ما سمع رواياته واللي ما سمع أحاديثه تنقل له هذه المعاجز فيلزم أعداءه الحجة بهذا التصرف من الإمام روحي فداه. احتمال أخير أكتفي به، ربما الإمام أحيانا ما كان يريد لبعض المصائب أن تحصل لغرض، مثلا الجارية لما أدخلت على الإمام نحن لا نعلم لماذا الإمام لم يتركها وأظهر لها كرامة، ليش الإمام خلى الكرامة تظهر إلى تلك المعجزة؟ لعل السبب احتمال لأن لا تشوه صورة أهل البيت.
أدوات الإعلام عند عدوهم، وما حد يدري وش اللي صار في السجن، ربما يظهرون بكذبة بكلمة تنشر أن هذه الجارية تقول كذا، فعل كذا، قال كذا. وين كان يقدر الإمام يسكتهم بهذه المعجزة أن هي بنفسها تنكر أي كذبة تقال؟ بعد ما أحد يقدر يقول هذه الجارية اسألوها شوفوا ايش قال لي، هي بنفسها خرجت مؤمنة بالإمام روحي فداه. ربما هذا سبب محتمل أن الإمام كان يظهر المعاجز أحيانا لئلا تشوه صورة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا تمام الكلام في التعليق الأول، لماذا الإمام كان يظهر المعاجز في مرحلة السجن. التعليق الثاني، لعلك تقول خو إذا الإمام عنده كل هالقدرة لا وش خلاهم يسجنون، كان من البداية ما تركهم يسجنون، إذا يقدر يشيل القيود ويطلع ويقدر يعلم لماذا تركهم يصنعون ما يصنعون؟ جواب، أولا أليس الله قادرا على كل شيء؟ طبعا، فلما ترك أنبياءه يقتلون يعذبون يسجنون؟ ليش؟ كان حماهم له. لماذا الله ترك المؤمنين يبتلون؟ ألا يستطيع رفع البلاء عن المؤمنين؟ يستطيع، ليش ابتلاهم؟ هذا أولا. ثانيا، تقول لي تركهم لسبب، لغرض، لحكمة. الحمد لله مبين عندك جواب على السؤال. إذا الإمام أيضا لا يظهر المعجزة ولا يظهر الكرامة دائما لحكمة، عاد الحكم كثيرة، واحد منها لئلا يؤله، إذا شافوا الناس إمامهم ما ينجرح ما يتأثر ما يموت ما ينقتل ما يأثر فيه السيف ما يسجن، يقول هذا إله، فإذا هذا يسبب الغلو. هذا احتمال. احتمال ثاني، حتى تقام الحجة على الخلق، ابتلاء أهل البيت حتى تقام الحجة على الناس. الإمام الحسين لما خرج إلى كربلاء، واحد من أجوبته لما قالوا له ليش طالع، لما لا تعدل عن سفرك، قال فبما يبتلى الناس، إحنا هذا البلاء نصبر عليه حتى تقام الحجة على الخلق. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث، أيضا أهل البيت يتركون الأمور تمشي للصبر ونيل الأجر والثواب والمقام الرفيع. وتوجد احتمالات أخرى، أكتفي بهذا. اللي يجمع كل هالاحتمالات وجود حكمة، أن الإمام لا يجري المعجزة دائما لوجود حكمة، كما أن الله يترك أنبياءه يقتلون لوجود حكمة. خلصنا من هذه الوقفة الثانية وانتهينا من الدور الأول. فالدور الأول للإمام في السجن كان إظهار ولايته إمامته من خلال المعاجز الكثيرة. الدور الثاني، الدور العلمي، وهذا الدور غريب. تدري أن روايات كثيرة نقلت عن إمامنا الكاظم وهو في السجن؟ أتدري أن الإمام كان يراسله بعض أصحابه فيجيبهم وهو في السجن، وبعض هذه المراسلات مثبتة وموجودة الآن في الكتب؟ تدري أن بعضهم كان يزور الإمام فيستغل الإمام تلك الزيارة بأن يعلم شيعته؟ وعلى هذا مجموعة روايات، نقلت لك رواية عن بعض المخالفين. مثلا موسى ابن إبراهيم يدخل على الإمام، موسى ابن إبراهيم المروزي، فيستغل الإمام ذلك بتعليمه والإجابة عن أسئلته. هنا عندنا أيضا تعليقات. أولا، هل هذا معقول؟ وين اللي تقولوا عجل سجون الإمام وفيها وفيها، كيف سجون الإمام شديدة وفي نفس الوقت يراسلونه يزورونه يدخلون عليه؟ إذن إما سجون الإمام كانت سهلة وإما أن هذه غير صحيح. الجواب، إحنا لما نقول سجن الإمام مو دائما كانت السجون حالتها واحدة، 10 سنوات أو أكثر مختلف في مدة سجن الإمام، إنما سنوات كثيرة عند أشخاص متعددين وبعضهم نقل تأثرهم بالإمام. مثلا أخت السندي بن شاهك يقال بأنها تأثرت وقالت تعسا لمن يؤذي هذا الرجل. فشاهدي مو دائما كل السجانين كانوا على حالة واحدة، هذا أولا. ثانيا، حتى في أشد السجون
كانت توجد استثناءات، وبعض أصحاب الأئمة كانوا يستغلون مثلا فساد بعض المسؤولين في السجن عبر المال عبر الحيل، فيدخلون ما يريدون على الإمام روحي فداه. ثالثا، بعض الأشخاص كانوا استثناء، مثلا هذا اللي جبت اسمه موسى ابن إبراهيم، هذا كان معلم ولد السندي، فكان السندي يستحي منه أستاذ ولده، فكان يقبل أن يدخل لهذا السبب. فشاهدي ماكو تنافي بين كون السجن شديدا وبين كون بعض أصحاب الإمام دخلوا عليه وبعضهم أرسلوا له كتبا فأجاب عنها. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، هذه الروايات فيها درس مهم جدا من جهتين. الجهة الأولى يا عزيزي، لا تحتج بعد اليوم بأي حجة في عدم التفقه في الدين. ما واحد بعد يقول أنا اليوم تعبان ما بتعلم، أنا اليوم عندي ظرف ما بفتح الرسالة العملية، أنا اليوم ما أقدر أسمع محاضرة مشغول. عزيزي إمامنا الكاظم يلقي الحجة علينا جميعا في السجن، ماكو ظرف أصعب من ذلك الظرف، ورغم هذا الإمام لم يتوانى عن القيام بمسؤوليته. هذه جهة. جهة ثانية، شيعة الإمام والله إننا نقف خجلا أمام مواقفهم، خاطروا بأنفسهم، حاولوا اللقاء بالإمام، كانوا يراسلونه، كانوا يحاولون أن يخرجوا إجاباته. حتى أنت اليوم بعد 1400 سنة يكون هالخير يوصل إليك وتسمع روايات الإمام وفضائل الإمام، فلهم حق علينا ويسجلون درسا لنا. مهما كانت الظروف صعبة، ما هي مثل ظروفهم، طرق التعلم الآن متاحة وسهلة، يبقى فقط أنت تسعى للتفقه في الدين. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، لماذا الإمام الكاظم خاطر بنفسه وحاول أن يعلم وهو في السجن؟ ليش؟ الجواب يا عزيزي، أولا ربما الإمام أراد أن يوصل رسالة إلى عدوه، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم مهما حاولوا. هو يريد الإمام يخمد صوته، الإمام يريد يقول له ترى أنا في السجن أستطيع أن أبث علومي ومعارفي. لعل هذا سبب. سبب ثاني، حاجة الشيعة لهذا الموقف. ذاك الزمان زمن صعب. لما؟ أولا الإمام الصادق سلام الله عليه اضطر كما يروى بين قوسين أن يجعل الوصية في الظاهر إلى خمسة. هذه كانت فتنة صعبة. ليش؟ يقولون بأن المنصور أمر بأن يقتل وصي الإمام الصادق، فيقال حتى يحفظ الإمام الصادق الإمامة من بعده جعل الإمامة في خمسة. هذه فتنة، اللي ما يعرف كيف يتعامل ويا هالظروف ربما يعمى عليه الأمر. هذه فتنة أولى. فتنة ثانية، وجود الإسماعيلية. فتنة ثالثة، صعوبة التعامل مع هارون مع المنصور. فتنة رابعة، طغيان المادية والغناء واللهو وضعف الدين. هذه الفتن كانت تقتضي علما من الإمام الكاظم سلام الله عليه وهو في السجن روحي فداه لم يتوانى عن القيام بهذا الدور المهم. جزاه الله عنا خير الجزاء. إمامنا قام بهذا الدور رغم السجن الصعب، خصوصا آخر فترة سجن الإمام الكاظم كانت أشدها. أنت تسمع وتقرأ هذه الصلوات التي تصف سجن الإمام بشكل صعب، المعذب في قعر السجون، ما تصور تحتاج إلى شرح الكلمات، بس دقق فيها. أولا تقول معذب، مو سجن عادي، معذب، ومو في مكان عادي، في قعر، ومو سجن واحد، سجون. وظلم المطامير، طامورة لا يعلم فيها الليل من النهار، بس لا
حين أهل الدمع اسمعوا ذي الساق المرضوض بحلق القيود. بس لا، هذه للغيارة الجملة هذه، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. جل حلم الله، ليلة عندنا مصيبة عظيمة شيعة، وأشوفكم جايين ومستعدين إلى الدمعة. هنيئا لكم هالبكاء هذا، هالمواساة للزهراء، لرسول الله، لصاحب الزمان. قبل لا تسمعوا شهادة الإمام خلينا نتهيأ نستعد. بويش نتهيأ؟ بهالرواية يقولون كان الإمام يصعد أدراج تلك الطامورة إلى بابها، يتنفس بعض الهواء، يلتفت السندي إلى إمامنا فيفتح باب السجن وويلاه، يدخل على إمامنا في السجن ويلطم الإمام على وجهه. ما زال يعامل الإمام هكذا حتى دس له سم النقي عن أنا مناد وإماما. يا مؤمنين المعذرة منكم، عادة في شهادات الأئمة تسمعون مد يده ورجله، الليلة ما أقدر أقول مد يده، الليلة ما أقول مد رجله. لما 30 رطلا على جسد إمامنا؟ بعد عادة تسمعون دار عينيه في أهل بيته، ليلة ليلة غريب وحيد ما حد وياه. عادة تسمعون أوصى ولده بوصايا، الليلة ولد مو قريب من وحيد، غريب مظلوم لكنكم معه. الآن أنتم في الكاظمية، تصوروا حال الإمام واصرخوا إمامنا في تلك الطامور عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه. أيوة إماما والسيدة، يا شيعة تعالوا إلى مكان آخر، قفوا مع الشيعة في جسر بغداد انتظروا الإمام. الشيعة واقفين يقولوا الآن ينظر إمامنا، الآن يخرج من سجنه، بينما هم كذلك وإذا بباب السجن قد انفتح، رأوا خشبة بالية وويلا وأربعة حمالين. أرجوك اعطي هالكلمة حقها، يسمع خشخشة الحديد. وضعوا الجنازة على الجسر، معذرة من السادة، ونادى مناد من أراد التفرج، فهذا إمام الرافضة. ثم قيلت كلمة ما أقدر أنقل شيعي، لكن أرجوك إذا عرفتها لا تبخل بالصرخة. لما قيلت تلك الكلمة يقولون سلمان عم هارون نزل من قصره، قال لا لا لا، هذا جسد الطيب ابن الطيب، يعني شتموا إمامنا. وويلا وويلا وويلا. يبدو أنكم الآن في الكاظمية،
نعم ما وصلنا بأجسادنا، لكن الإمام يعلم باشتياقنا، يدري أن قلوبنا الآن مع زواره. إذا موجودين في هذه اللحظة في الكاظمية، أرجوكم شيعة أديروا بصركم إلى النجف قريبة من الكاظمية. خلونا نرسل رسالة إلى أمير المؤمنين، كلنا نتشارك فيها، كلنا نصرخ فيها، ويسمعنا أبو حسين أمير المؤمنين. مأجور يا حيدا في موسى بن جعفر، يا ليتي لا تحضر وتجيب شيال. اسمع اسمع، مرمي بجسر بغد ومقيد بلاقياد، جنى علي السجاد مغلول بغلال. إذا أنتون هناك ما تكمل الزيارة هالشكل، لازم تروحوا مكان ثاني. وين تدري بعد ويا هالبيت، خلونا نزور مطروح بيننا، تشمت علي الأرجاس بس مو قطيع الرأس ومقطع وصال. ما دام أهل النياحة موجودين أكمل أكمل، بعد باقي بيت. وحسين بالغابرة رضى وخرز ظاهرة، وطفلة على صدرة تنظر لعيالة. ملا عطية قال بشارككم في الزيارة، يا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرس ود الأعلام، والنسة تلطم صدرها والزلم تلطم الهام، على غريب بالسجن ميت ولا حد غمض. كيف بزور ملا عطية، حافظين هالأبيات اقروها وياي مأجورين. وعن غريب الغابرية وين غابت شيء، يلا شاروك. عن غريب الغابرية وين غابت، ليت حضره وقبل حسين حسين، مدوس العوادي جثته وعاينه وزينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة. بيت الدعاء. الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارة، وشفتيها بعينك يصير ما نعظم لها الأجور. والسبايا يا بكل من الذي سقى جنينك، ورث علينا الهضم والحسرات والنوح. عدد لنا هالأولاد يا ملا عطية، وإيش صار عليهم؟ قال فايا قصة واحد ثلاثة أيام خلوه، واحد على حمامي الفاق الجسر ذبايا، هو ام غريب الغابرية بخير.
ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. اللهم بباب الحوائج اشف كل مريض، فرج عن كل مهموم. اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارته، لا تحرمنا شفاعته، لا تفرق بيننا وبينه، ارحم موتانا، لا مواتنا وموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين. نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.